بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله شباب اليوم راح نكمل موضوعنا بالكلاس دايجرام، وراح نكمل موضوعنا عن علاقة الأسوسيشن. الآن السؤال تاعي، إذا كانت عندي تو كلاسز وكانت العلاقة بيناتهم أسوسيشن، فالسؤال تبعي كيف هاي الأسوسيشن كيف راح تتحول، وراح نشوفه إحنا بالكود تاعنا. أوكي، الآن يا شباب خلينا نشوف مثال. أوكي مثال ونشوف في علاقة association ونشوف كيف أنا نحوله لكود. افرضوا في عندنا زي ما شفنا بأحد الأمثلة السابقة، في عندي كلاس اسمها faculty. أوكي وكلاس ثاني اسمها student. فقلنا إنه العلاقة بيناتهم association، وبدنا احنا العلاقة تبعي تكون advice. تمام، يعني يرشد. اوكي advice يرشد. تمام، عفوا بس advises. الآن الفاكولتي فعليا راح يرشد الطالب. طيب الآن خلينا نشوف الملتبليسيتي، ضروري نحددها. فبالتالي أنا بعرف إنه كل فاكولتي ممبر واحد راح يرشد عدد من الطلاب، ممكن يرشد إيش مثلا، خلينا نقول أن من الطلاب. أن يعني زيرو أور أن، يعني ممكن ولا يرشد حدا، أو ممكن يرشد واحد اثنين ثلاث أب تو أن من الطلاب. لكن كل طالب حسب قوانين الجامعة لازم يرشد من قبل one faculty member. لازم يرشد من قبل one faculty member، وبالتالي معناته بهاي الحالة العلاقة تبعيتي هي one to many، أو many one to many. تمام. الآن السؤال تاعي، كيف يا شباب رايحة تمثل علاقة الأسوسيشن؟ علاقة الأسوسيشن يا شباب، إحنا بنعرف إنه كل أوبجكت على حدة شغال، ما في أي مشكلة. اوكي، لكن فعليا علاقة الاسوسيشن راح تترجم انه راح يكون بواحد من الكلاسز ريفرنس ايش؟ عن ريفرنس عن الكلاس الثاني. فبالتالي اما بكلاس فاكولتي راح يكون في عندي ريفرنس من ريفرنس للطلاب اللي برشدهم هذا عضو هيئة التدريس، او بيكون داخل الستودنت ريفرنس مين الفاكولتي ممبر تاعه. اوكي ريفرنس، اوكي، وبالتالي هيك علاقة الاسوسيشن يا شباب تترجم. اوكي، احنا بعلاقة one to many بنفضل احنا بجزء الماني نحط ريفرنس تاع ايش، على بجزء الماني نحط ريفرنس عن الفاكلي، عن الكلاس او اللي بتشارك ب one. اوكي كيف يعني؟ يعني داخل داخل كلاس فاكلتي بكتبها زي ما هي، وكلاس ستودنت شو بعمل؟ بحط فيها ريفرنس للفاكولتي، للفاكولتي اللي مين؟ اللي برشد هذا الستودنت. طيب تابعوا عليه بس. اذا راح يكون يا شباب عندنا ريفرنس. فالان راح اكتب كلاس اللي هي اسمها فاكولتي. عادي. وراح يكون فيها جوا ممبرز وكل شيء. طيب الان راح اكتب كلاس اسمها ستودنت. الكلاس اللي اسمها student يا شباب بده يكون فيها اسم الطالب ورقمه الجامعي الى اخره، ومن ضمن المنبر راح يكون في ريفرنس عن الفاكولتي اللي هو تاعه، وبالتالي راح يكون جوا واحد من الممبرز تاعينه، واحد من الممبرز تابعينه اللي هو من هو الادفايزر تاعنا، وبالتالي جوا راح يكون ايش راح يكون ريفرنس اسمه فاكولتي او من نوع فاكولتي، وبسميه مثلا ادفايزر على سبيل المثال. اذا هيك ترجمت يا شباب. فكلاس ستودنت بيكون واحد من الفيلد تبعه هو ريفرنس وليس اوبجكت. هذا الريفرنس بيأشر على اوبجكت من نوع فاكولتي. تمام؟ بيأشر على اوبجكت من نوع فاكولتي. وبالتالي مثلا لو بدي اكتب كونستركتر للكلاس اللي اسمه ستودنت، اوكي،
او بدي مثلا اكتب ميثود بكلاس ستودنت اللي هي اسمها سيت ادفايزر على سبيل المثال، مثلا خليني نكتبه. اوكي مثلا هنا بقول له void public طبعا public void sit advisor، وهنا من نوع faculty مثلا A. الآن شو بجي بحكي له الادفايزر او this advisor اللي هو هذا الفيلد equal A. تمام، هذا هي عبارة عن الكلاس اللي اسمها student. راح يكون اهم اشي هذا الريفرنس، بس انا عملت الست مشان نكتب المين ونوضح كيف انه نربط الفاكولتي بالستودنت تبعنا. طيب هسا لو بدي اعمل كلاس اسمها مين، اوكي نعمل كلاس اسمها مين، او اسمها بروجرام، وجواتها فانكشن اسمه مين. تمام، كلاس اسمها بروجرام، بدي اورجيكم شلون من نربطهم مع بعض. اوكي وجواته شو بدي اعمل كلاس اسم، بدي اعمل كلاس اسمها بروجرام، بدي اكتب المين void main. فشو بدي احكي له الان؟ بدي اعرف اوبجكت من نوع student واوبجكت من نوع faculty. فبدي اقول له faculty f equal new faculty. تمام، وبدي اقول له الان ها شو راح تعمل لي faculty f equal new faculty؟ راح تنشئ لي ريفرنس اسمه f بيأشر لي يا شباب على اوبجكت من نوع faculty. فبدي يكون لهذا الاوبجكت اللي من نوع faculty راح يكون جواته اسم هذا الفاكولتي ورتبته وراتبه الى اخره، وباي تخصصه باي قسم الى تمام، وتابع لاي كليه، يعني بده يكون كل مخصص كل اشياء الفاكولتي. طيب لاحظوا هذا اوبجكت على حيده شغال. لان شو بدي احكي له كمان؟ بدي اقول له student s، بدي اعرف اوبجكت من نوع student، student s equal new student. ها شو راح تعمل لي؟ راح تعرف لي student s من نوع student. شو مكوناته يا شباب؟ راح يكون الستودنت اسم الطالب وتخصصه وعلاماته الى اخره، ومن ضمنهن كلاس ستودنت راح يكون ريفرنس اسمه ادفايزر. ادفايزر ريفرنس اسمه ادفايزر. تمام، الان لاحظوا الستودنت الان بنقدر نخليه يعمل تسجيل، وبنقدر نخليه يعمل اي شيء. الان السؤال تاعي لو بدي الان اعين لهذا الستودنت فاكولتي الان ادفايزر، فالان ننتبه الستودنت اس هذا اوبجكت بيشتغل على حده، والاف بيشتغل على حده بشكل اندبندنت. لكن الان لو بدي اعين لهذا الستودنت فاكولتي، فشو باجي بعمل؟ بقول له الان بقول له شو يا شباب؟ بقول له طلعوا، بقول له اس دوت اللي هو ستودنت اس، وبطلع لي ميثود اسمه سيت ادفايزر. بقول له سيت ادفايزر هذا ميثود، وببعث له مين؟ ببعث له الريفرنس تبعي اللي هو اف. اوكي ادفايزر اي. اوكي شو بده يصير الان؟ اذا سيت اس ايكوال سيت ادفايزر اف، هاي اللي راح تروح تستدعي لي يا شباب، رايحه تروح تستدعي لنا سيت ادفايزر، راح تروح تستدعي الادفايزر هاي تبعت مين؟ تبعت الستودنت اس. راح يودي الاف على اي، فالاف بده ينبعث كريفرنس على اي، فاي بده يصير ياشر على اف. الان ادفايزر تبع مين؟ تبع مين؟ تبع الاس. اذا الان الادفايزر تبع الاس هذا راح يساوي شو؟ ادفايزر تاع الاس ايكوال اي اللي هو ايكوال مين؟ ايكوال اف. احنا اف بعثناها على اي، فبالتالي ادفايزر ايكوال اي معناها
الادفايزر تبع الاس ايكوال هذا الاف. فلاحظوا الان عينت للطالب هذا للستودنت عينت له ادفايزر، فصار الان بالشكل اللي انتم شايفينه. فبالتالي الان صار عندنا ريليشن شيب. فبالتالي هيك ترجمت يا شباب، ترجمت مره ثانيه لما انت تكتبوا كلاس دايجرام وبدكم تحولوا له كود وبدكم ترجموا له الكود، علاقات الاسوسيشن هيك راح تترجم. تمام. ريفرنس من نوع فاكولتي راح يكون داخل ايش الستودنت. لاحظوا مش اوبجكت ريفرنس، تمام، مش زي الاجريجيشن، مش زي الاجريجيشن. الاجريجيشن هناك كانت اوبجكت، تمام. وبالتالي شباب هذا هو تنفيذ علاقة مين الاجريجيشن. هيك بنتهي المين. طبعا الان بنقدر نعمل اي شيء بدنا اياه وبنتهي البرنامج تاعنا. فبالتالي شباب مرة ثانية علاقة الاسوسيشن هيك ترجمت. الان في ممكن واحد يقول انا بدي احلها بطريقة ثانية. فاحنا زي ما قلنا علاقة ال1 تو ماني اللي عنده ان، افضل شيء اذا كانت العلاقة 1 تو ان انكم تحطوا ريفرنس من نوع ايش، من نوع الاوبجكت اللي الملتيبلسيتي تبعيته واحد. تمام. الان اذا كانت العلاقه 1 تو 1 الريفرنس تاعك وين ما بدك تحطه، سواء بالستودنت او بالفاكولتي. اوكي. الان ممكن واحد يلاقي يقول لي حل ثاني. الان ممكن انا داخل كلاس داخل كلاس فاكولتي اخزن في لستة ريفرنسز من الستودنت اللي ايش اللي بي يعني هذا حل ثاني اللي برشدهم هذا الفاكولتي منبر، يعني جو اعمل لستة ستودنت، لستة ريفرنس اوف ستودنت. اوكي، يعني هذا حل ثاني بصير. اوكي، اذا هذا واحد من الحلول اللي صحيح. الان خلينا نشوف مثال ثاني. بالله في عندنا انا كلاس اسمها ستودنت وكلاس اسمها كورس، فعلاقه بيناتهم اسوسيشن. مثلا الستودنت تيكس الستودنت الواحد تيكس اربع كورسز، والكورس الواحد بتاخذ من قبل ان ستودنت، ممكن نقول 1 تو ماني او حسب قوانين الجامعه، او زيرو ستودنت، ممكن الكورس ما يتاخذش من اي طلاب. فبالتالي الكورس ممكن يتاخذ باكثر من ستودنت. الان هاي الساعه لو بدي احولها لبرمجه شو بعمل؟ الان عندنا حل، حلين بكلاس ستودنت بعمل اري اوف اربع كورسز مسميين انرولز. اوكي، طبعا هاي انتبهوا هاي اري اوف ريفرنس. اوكي، يعني في ريفرنسز للكورسات تبعاتي. او داخل كلاس كورس، داخل كلاس كورس بعمل لستة الايش الطلاب اللي ماخذين هذا الكورس، وبالتالي راح بعمل لستة طبعا اري اوف ريفرنس. ماشي، هاي الليستة طبعا سايزها مفتوح. اوكي، وبتاخذ لي ايش، وبتاخذ لي رف، بتاخذ لي بتاخذ لي اوبجكت او ريفرنس من نوع مين، من نوع ستودنت. فبالتالي هذا عبارة عن الحل، يعني يا بنعمل هذا او هذا. بالتالي يا شباب هاي ترجمة الاسوسيشن اذا كان فيها ماني او اكثر من ايش، من اوبجكت. اوكي، يعني داخل كلاس كورس بحط لستة الطلاب اللي ماخذين هذا الكورس، وبالتالي بتكون ماني، مو كل كورس يؤخذ من ماني ستودنت. او داخل كلاس ستودنت باخذ، لانه كل طالب باخذ اربع كورس، فبحط اري مكون من اربع كورسات. وبالتالي هاي شباب هيك ترجمتها.